اخواني السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتمنى اخواني انكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. مرحبا بكم في قناه الكترونيات سيمو. اليوم الاخوان عندنا هاد طحانه ديال التوابل، واحد الطحانه اللي هي صغيره، النوع ساب، حاجه يعني لا كاليتي مزيانه. المشكل اللي مطروح فيها اخواني وكثير بزاف هاد النوع ديال الطحانات هو اننا رغم اننا تركبوا البريز، لا مانيبيلاسيون ديالها كتمانيبيلا غير بالمغطيه هكا، ما بقاش كديماري. غادي نشوفوا العطب فين كاين بالضبط، خليكم معايا اخواني. اذا كيف ما قلت لكم اخواني سابقا، المشكل كاين عندنا في هاد الطحانه ديال التوابل، النوع ساب، يعني واحد لا مارك اللي هي مارك فرانس، يعني كانت مزيانه، لي موتور ديالها ما تيتحرقوش. المشكل بسيط اخواني، باش ما يعني باش ما نمشيوش بعيد نقولوا بان خاصها تفتح، ماشي ضروري انها تفتح. المشكل كاين هنا بالضبط في هاد الفانت كورس، كاين هنا واحد الميني سويتش غادي نوريه لكم اخواني، يعني ممكن انك ديبانيها او لا اختي ديبانيها في الدار ديالك بواحد الطريقه اللي هي سهله. هاد السويتش هذا شنو تيوقع فيه؟ هاد السويتش هذا راه ان فوا تنضغطوا عليه، ان فوا تنضغطوا عليه تيوقع لا ماشين كديماري. فوالا، اذا ان فوا تنضغطوا عليه هكذا لا ماشين كديماري. اذا شكون اللي كيضغط عليه؟ عاده كتضغط عليه هاد الغطايه، ولكن مع طول المده سلام، ولكن مع طول المده كيتكل، اما كتكل هاد القنت ديال البلاستيكا او لا كتكل هاد البلاستيكا مع الاستمراريه وما تيبقاش ايكوموندي. عندنا جوج ديال الحالات، اما غادي نحاولوا اننا ندوزو مباشره، وفي هذه الحاله هذه غادي نضطروا اننا نديروا لها نقاصه هنا، او لا في الحاله الثانيه هو غادي نحاولوا اننا نزيدوا شي حاجه نغلظوها هنا، يعني نكوليو عليها شي حاجه اللي غادي تزيد تغلظها شي شويه هاد البلاستيكا. السلام عليكم. فهاد يعني فاش غادي نزيدو نغلظو هاد البلاستيكه هادي، ومن بعد فاش غادي نغلظو غادي تولي الامور عاديه اخواني. اذا الحل ديال هاد المشكل هو هذا اخواني، يعني راه المشكل بسيط، ماشي شي مشكل اللي هو صعيب. هاد السويتش هذا كيخصو يتضغط ان فوا، ركبوا هاد المغطى هذا كيخصو يتضغط هكذا. انا نحاول انني نضبطيها غير بشويه اخواني. اذا ها هي خدامه اخواني. اذا المشكل فين كاين؟ باين هنا، يعني هذا كل ما علينا. انا بالنسبه لي غادي نعاود انني نعمر عليه شي حاجه بلاستيك ونكوليه، يعني غتغلط هذا المكان هذا غادي يغلط، ومن بعد داكشي غادي نحاولوا نبقاو نركبوا الغطايه ديالنا، وهكذا غادي تخدم الامور عاديه. الافاده هو انه يعني ما نمشيوش بعيد، راه المشكل ما مطروح لا في محرك ولا حتى شي حاجه، المشكل كاين في هذاك السويتش. ان فوا غادي نغلطوه، وهذا المشكل هذا راه ماشي غير في هادو، تيكون حتى بعض الخطرات حتى في لي مولينكس الكبار اللي عندهم الكاس. نتمنى يا اخواني انني نكون توفقت باش عطيتكم وصلت لكم الفكره، وتكونوا تبعتوا معايا الامور وحده وحده. شكرا على التتبع ديالكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.